بيت الهنا. أهلا بكم مشاهدينا، يتربى في عزكم إن شاء الله شايل اسمه. دي كلها عبارات بنحتفي بيها بالمولود الجديد، وبنعمل حاجات أكتر كمان، ولائم وأصمتة بتمد، ده كله احتفاء بقدومه. لكن هل في عادات خاطئة وهل في عادات ممكن تكون إيجابية؟ ده كله حنتحدث فيه في معيتنا أستاذة آمنة الفكي، مختصة في شؤون التربية. أهلا بك يا أستاذة آمنة. أهلا وسهلا أستاذة آمنة. إحنا عايزين نعرف من وين جاءت تسمية السماعي. السماية أصلها موجودة، اللي هي العقيقة عندنا بالإسلام يعني. والعقيقة دي معروفة إنه يعني بيذبحوا خروف في التسمية، ده يسموه هنا الولد بيتبعه لاثنين والبيت واحدة. يعني دي شرعية موجودة من السنة. من السنة. هل لها أهمية في نظرك من ناحية تربوية؟ أيوة حقيقة لها أهمية، لأنه يعني أنت بتثبت اسم الطفل ده، أنت سميته فلان يثبت اسمه، لأنه يعني يعترف بالاسم، يعني من الأسماء تكون محمودة. يعني ما دائما في أطفال يسموهم اسم وبعدين يبقى عاقل والدينه، اللي هو إنه يجي يقول والله يا أبوي سمعني اسم أنا ما دايره. نعم، دي السماية نفسها. لكن هل لها أهمية، لها يعني إذا ما عملنا سماية أو إذا عملنا سماية، هل دي بتفرق كثير في بالنسبة للأسرة؟ بتفرق، لأنه لازم الطفل ده يسموه، نعم، فعشان كده بيكون الوالدين حريصين بأنه لازم يسمى الطفل. نعم. هي تسمية الطفل مثلا في الدول الغربية بتعتمد على أوراق بتعبأ وبتوثق إنه فلان ولد في اليوم الفلاني وبيانات عنه، لكن إحنا السماعي عندنا عندها طقوس وعندها حاجات بتتعمل بها. أنت شايفة الطقوس الاحتفائية دي مهمة؟ هي الطقوس الاحتفائية دي دائما الناس حاسة لجأت إنها تعملها بس في المولود الأول، نعم، لكن بقية المواليد بيمشي بحسب شغل الظروف عادي، يعني الاقتصادية. حسب الظروف. حتى في المولود الأول ده يعني الطفل أنت بتسميه، ممكن تكون السماية عادية، يعني لأنك تذبح الخروف تقول والله سميت ولدي ده محمد، سميت فاطمة، وتخد تسبحوا والناس الموجودين ياكلوا، خلاص الاسم ان شاء الله الاسم يعني. نعم، يعني ما في ضرورة انه الناس تعمل ولائم وتعمل، والله هي دي ما في، لكن في ناس حسب الظروف عايزين يعملوا كده يعني الانسان يعني. يقارن ما بين امكاناته. ايوه. طيب احنا في السودان يعني معروفين انه عندنا تنوع بتاع قبائل وثقافات ولغات في الوطن الواحد، هل دي برضو بتتبع تغيير للسماية مثلا كطقس من الطقوس السودانية؟ ايوه يمكن انا اكون اكثرت من الحديث عن الطقوس والاشياء الموجوده. فمثلا في بعض المناطق في السودان عاده ما بيعملوا وليمه في السماية، يعني نعم، بيذبحوا الخروف وبيقسموه على 7 من الجيران، على اساس انه يعني دي السماية بتاعت الولد ده سمينا كده، يعني ما بيعملوا وليمة ويلموا الناس وكده. نعم، أنا سمعت إنه في بعض القبائل الجنوبية في السودان الطفل بيعملوا له حاجات معينة، إنه بحسب معتقداتهم إنه مثلا يبعدوا عنه الأرواح الشريرة، وإنه يدوه مثلا إنه حاجة تديه قوة. في ناس بيمسحوه بزيت السمسم، هو لسه لحمه طري، بيمسحوه بزيت السمسم وبعرضوه للشمس إنه يكون مستقبلا شاب قوي وحاجات زي دي. في لا، في بعض القبائل اللي انت حاسه ذكرتي في الجنوب، نعم، بيشيلوا بيجيبوا مويه سخنه نعم، وبيغسلوا بالمويه السخنه على اساس انه يبقى جسمه قوي، يعني نعم، المراه نفسها ذاتها بيعملوا لها بالمويه السخنه بحمطها بيها عشان جسمه يبقى قوي وتقدر تعيد صحتها. في السودان يعني اكثر حاجه جميله في السمايه انه الاهل الاصحاب الجيران المعارف بيشاركوك الفرحه بتاعت المولود. في الغربه دائما بيكون نطاق الاقارب والاهل وكده يا اما منعدم يا اما قليل، فكيف بتكون السمايه في الغربه؟ في الغربة السماية هم طبعا السودانيين دائما مترابطين برا، فإذا بيتلموا يعني بيعملوا سماية اللي هي بالأشياء الموجودة، يجيبوا الجداد يجيبوا الحاجات زي دي، وفي نفس الوقت بيرسلوا لأهلهم في السودان أذبحوا الخروف سموا لينا نعم. الطفل ده. كيف يعني في تكافل اجتماعي، السودانيين معروفين بالتكافل الاجتماعي، كيف يظهر في رأيك في الغربة أكثر؟
بترابطهم مع بعض يعني، مترابطين في الغربة شديد مع بعض. وبعدينك يعني أنا شفت يعني السودانيات في الغربة، في الوحدة اللي بتلدي فيهم دي، يعني كلهم بيجوا شايلين لا الأشياء اللي ممكن يساعدها بيها نعم، وفي بيحسسوها التلفون. كأنه أهلها معاهم. أيوة ربنا يعني، يحفظ الروح الجميلة دي بين أيوة إن شاء السودانيين الله. إن شاء الله. إحنا هنتابع الاستطلاع ده ونواصل حديثنا. بيت الهنا. هنا طبعا يحبوا يعزموا الأهل والناس والجيران وكده، يعني دايما السودانيين بيحبوا الحاجات زي دي، عملية حلوة. لكن ممكن تنادي الأهل كده البسيطين كده تكفي يعني. طبعا بتكون اللمة كلها يعني، الجماعة كلها، الأسرة بتكون متجمعة كلها وقاعدة، تكون اللمة أحلى شي كانت. مشاركة الجيران والأسرة والأهل والأقارب بكافة المشاركات، اللي عنده والما عنده زي ما بيقولوا، اللي عنده بيجود به، وكان سواء مشاركة في طعام، في مأكل، في مناسبة، في أفراح، في حاجات اللي بيجود به يعني. والله يعني المشاركة بتكون حلوة طبعا، لأنه الأهل كلهم بيكونوا فيه، وبيكون فيه يعني مشاركة من القريب والبعيد والجيران وكده يعني. بيت الهنا. أستاذة آمنة، في السماعي عندنا برضو بتتبع عادات معينة الناس بيعملوها، يعني بقول لك في طريقة معينة، في بعض النساء بيجوا لازم يدوا مبلغ من المال لأم المولود، لازم يبدو إنهم قدموا حاجة يا إما من خدمة الطبيخ يا إما، فعايزين تحدثينا عنها. المجتمع السوداني مبني على التكافل، وكل مجتمع تكافل يعني. فبتجي تلقي مثلا الجيران والأهل ما ضروري في السماية يعني، هم يعني مثلا ما جاتك يوم السماية، ما جاتك، جات الحمد لله السلامة، بتخت لها مبلغ من المال، تقول لها مثلا ده اللبن، ده حق اللبن يعني، على أساس إنه يعني يساعدها في الأشياء اللي هي تحتاج لها يعني. تكافل في الجيران مثلا لحد 7 يوم بيمدوا كرة اللبن، الناس بيمدوا بيجيبوا المديدة، عندنا دائما مدايد الحلوة معروفة للمرأة النفسها. أي المرأة النفسها، فالناس بتساعد بعض يعني، بتشايل يعني. طيب انت في رأيك يا أستاذة، من ناحية بتاعة يعني تربوية، كنصيحة للمجتمع، كيف انه ممكن يعمل هذه السماية، بما انه احنا اصلا منشأها انها حاجة من السنة، حتى هي ما مفروضة لكن من السنة، يعني حاجة محببة احنا بنعملها، كيف احنا ممكن نبتعد فيها عن المظهرية وعن العادات الاجتماعية السيئة الثانية؟ اللي هي انه الناس دائما يميلوا لانها بقدر الامكان انها تكون مبسطه يعني. حتى هو اصلا تطبخ خروفه كده، البيجي زايرك يزورك ياكل معاك. يعني في ناس وصل بهم الحد انه بيشوفوا انه لو ما اتعملت وليمه في السمايه كانه الاسم بتاع المولود ده اسم غير شرعي، يعني رايك شنو انت ما يا استاذ؟ اظن قدر ده، لكن يعني الناس بس لانه بيحبوا انه، زي قلت لك، هو دائما بيعملها في المولود الاول يعني، دائما الناس يعني بيتفاؤلوا بالمولود الاول وبيفرحوا به وكده، ودي دي دي حاجه يعني هنا. لكن كمان حتى المولود الاول ما تبالغ يعني، انت خليها قدر المعقول، ودائما الناس يعني تتوسط، وخير الامور الوسط، الناس تتوسط في صرفها وفي يعني تكافلها وفي وضعها يعني. ان شاء في الله اتعملت السماية والناس التمت وتمت تسمية المولود، بتجي بعدها تبعات السماية زي مثلا ختان المولود، ودي دايما في الفترة الأخيرة بيقول الناس بيحبوا انه الختان ده يتعمل وهو لسه في سن صغيرة، يعني المولود الذكر. فرأيك يا دكتورة انه برضو في ناس بيدخلوها في تكاليف، يعني لا لا احنا معروفين في السودان عندنا الختام بتاع الذكر ده كأنها بقت حاجة شبه رسمية، انه لازم في خرفان، لازم في زي سوداني يلبس الهلال والحاجات دي، بيقول لك ده لبس الطهور، فرأيك شنو انت؟ ده، لكن ما بيكون هو صغير يعني، هو كبير يعني. عندنا في الطفل اذا في حاسه اخيرا الناس لجأت انه يتطهر في يوم السماية ذاته يعني، الطهور يوم السماية هو صغير. دي من الحلول اللي بتخفف من الميزانية. يوم 7 يوم عمره، 7 يوم او 15 يوم بيطهروه وخلاص انتهت الشغلانه ذاتها. احنا كيف نجعل منها عاده اجتماعيه وفي نفس الوقت ايجابيه؟
عادة اجتماعية أصلا، هي عادة اجتماعية موجودة في المجتمع، نعم. لكن ترشيدة لابد أن الناس ترشد أي عمل اجتماعي تكافلي، لابد أن الناس ترشده في أنه كيف يوازنوا بين القبيح والجميل، يعني نعم في العادات ذاتها، في تواصلهم، نعم التواصل وأصلا طبعا يعني الميزة بتاعت التواصل الموجود فيها، في إنه الناس بتتكافل، بيجوا بيقعدوا الناس ويتونسوا، والقهوة والونسة مع الأم المولود دي دائما كلها حاجات إيجابية. بكل. لكن كنا ذكرتي يعني عابرا كده إنه التركيز على الظاهرية في السماية غير جيد. أيوه، ما هي دي ده عموما يعني، لكن في السماعية دي المظاهر الظهرة دي كلها سلبيات، ويجب الناس تتخلص منها يعني، نعم لأنه أنت سميه اسمه والناس تكون يعني تعرف اسمه زي ما قلنا، بس الزول يجي اللي يستناه السماعية ياكل معاك أحيانا ويخرج. بتحصل خلافات في موضوع التسمية، يعني الناس أيوه يقول لك والله الأب أبو الزوج قال إلا يسموا عليه، واحدة تقول لك لا والله أنا حلمت بالاسم ده عايز أسمي بنتي عليه، وزول يقول لك أنا متفائل به. فرأيك شنو في سبب الخلافات اللي بتحصل بسبب الاسم، اسم المولود؟ هي دائما الخلافات دي بتظهر بانه مثلا يكونوا عايزين يسموا، في الواحده تسمي ابوها، ولا الزوج داري يسمي ابوه، ولا داري يسمي امه، ولا داري يسمي زول عزيز عليه، فاصلا لابد انه هم يتفقوا من بدري على اساس انه والله هم داري يسموا منه، نعم. ولا يحسم الامر بالقرعه اذا اختلفوا اختلاف شديد، يلجوا لقصه انه يكتبوا الاسم الدائر انه الزول يختار يشيل الاسم اذا خلاص وصلوا للذروه يعني. طبعا بمراعاة لنوعية الاسم اللي نعم بيختار ايوه، يعني. نوعية الاسم اللي بيختار، لانه قد تسمي طفلك اسم وبعدين يزعل عليه، يعني عندنا العادات في ناس الحاجات بيغضبوا انه المولود انثى بيسموه اسامي سيئه، دي طبعا انقرضت عندنا في السودان، لكن بشوف في بعض الناس يعني ممكن انه زعل من انه جاتني انثى والحاجات دي، حسي خفت. لكن في ناس برضو يعني ما بيهتموا زي لما يكون ولد. لا، حس في ظاهرة أو من الأشياء الموجودة في السودان في التسمية لنا، يعني عشان يكونوا ناس بيلدوا أطفال ويقوم يموت، نعم يعني الطفل بيموت، كل ما يلدوا طفل بيموت، لسبب أو في آخر. أو يعني المهم غدروا كده، نعم فيقوم يقول لك والله من الاسم نحن حنغير الاسم، نقوم نسميه اسم مخالف، نعم يعني عشان يقوم يقول لك والله سموه خريف مثلا، نعم ولا زي الشاب جاء ابوه، ولا ابوه قال انه والله انا يعني ولدي ده عاقب، ودائما يعني عقوق والدين وقع في عقوق، فنادوه قال له ورينا مالك انت سببك شنو خلى تبقى عاق على ابوك، أي قال له في زي بيسموه خنفسانه، ده يعني كان يعني تسمية غريبة جدا. اي فقال ابوي سماني خنفسانه، يعني عشان نعم كده انا ما لازم اعيقه يسميني اسم زي ده، انا ما لازم اعيقه. يعني ممكن عدم التسمية يؤدي لأنه حاجة نفسية في ايوه الابن بتخليه ولدته أنه ممكن يعقل ايوه الوالدين. نوع الاسم ذاته، يعني انت نعم سميه الاسم المعقول اللي صحيح، يعني ما تسميه اسم عشان انت يعني يموت يمد ما اجله كده، نعم لكن عندنا الحته دي في السودان يقول لك والله خالف. معتقدات طبعا هي كلها باطلة، يعني الناس ما تنتبه يعني إنها ما تتبع، بس بالذات إنه الوعي والثقافة انتشرت في السودان بالضبط كده يعني، وبوجود المربيين والمرشدين زيكم. ربنا الله يديكم يبارك العافية يا فيكم. أستاذة آمنة. أستاذة آمنة الفكي مختصة في شؤون التربية، سعدنا بالحوار معك، وإن شاء الله كل الأسر تكون سمعت إنه نحتفي بمولودنا، ما في داعي للزعل يا جماعة، وسموا أبنائكم أسماء جيدة عشان هم يبروكم. خليكم معانا لطبق اليوم. بيت الهنا. مشاهدينا دائما مع الطعم المميز في مطبخ بيت الهنا بنلتقيكم، وطبق اليوم بيقدمه شيف عادل عبدون. اهلا بك يا شيف عادل. مرحبتين بك يا استاذ احمد، مرحبتين بالاخوه المشاهدين الاعزاء. طبقنا اليوم شكله طبق دسم، عايزينك تعرفنا عليه وعلى مكوناته. اليوم عندنا فخده بتاعت خروف مع خضار. المكونات اللي هي فخده خروف وبصل، طماطم، فلفل احمر، وجزر، وبروكلي، ومرمية، وثوم، وبهارات، موية، زيت، ملح، وفلفل. نعم، بنبدأ بأي حاجة يا شيف علي؟ في البداية نبدأ بالخضار، نعم. بتقطع، بتخطى،
في الصينية. في الصينية تحب؟ طبعا معروفة فخدة الخروف أو ضلعة الخروف من الأطباق الرئيسية عندنا في مناسبات مختلفة، بالذات السماية اللي هي تسمية المولود أو زي ما بيسموها العقيقة، بيعملوها بطرق مختلفة. يا شيف عادل، هل طريقتنا في تبخير الفخدة بيختلف عن الضلعة؟ هو بيختلف، الطريقة دي بتختلف من ديك. الطريقة دي كويسة، احنا بنسلق الضلعة في البداية عشان نستفيد من السليكة بتاعتها. طبعا بتعمل بعد ذلك اللي هي ملاحات مثلا زي المرقيقة، الحاجات بتعمل في السماية العادية. فدي بالتالي بتختلف اختلاف توتالي، لانه احنا هنا حندخلها الفرم وما حتدينا المويه اللي حنستفيد منها في باقي الملاحات. نعم. دي ممكن يعني احنا مثلا ممكن في زي ما قلت في السماية ما نعمل كل السماية بالطريقة دي، ممكن نعملها خاصة قطعة قطعتين من الخروف. نعم. لانه احنا في النهاية حناكل بس الخضار واللحمة. نعم. فدي ممكن تكون توصية خاصة بيكون أفضل من يعني فعلا بنشوف الناس بيجيبوا الشوربة بتاعتها حتى بيسلقوا بها المكرونة وبيحمسوها مع شوية السمن، يعني يمكن تكون طريقة الخضار دي فعلا طريقة جديدة. هي الخضار دي بس شنو يعني، دي زي ما قلنا هي طريقة بتدي طعم أكثر للحمة. نعم. فبالتالي ما حنقوم نعمل كل اللحمة بتاعتنا بالطريقة دي، لأنه ما حنستفيد من طريقتها في الموية بتاعتها. احنا لأنه الموية زي ما قلنا أو المرقة بتاعتها اللي هي بنسلق بيها. نعم. نسلق بيها اللحمه، فبتعمل بيها قلنا لك الملح مرقيقه. نعم. الملاحات الثانيه برضه بيستفيدوا منها، ممكن ينوعوا فيها. نعم. شيف عادل، دائما بنشوف انه الناس اللي بيكون عندها مناسبه، بالذات مناسبه السمايه، من بالليل ببهروها وببيتوها في الثلاجه، هل هي مفروض فعلا تتبيت؟ هي لو هو عايز اصلا يسلكها في مويه، فلو بهرها كل البهار ممكن ينزل له في المويه فتبقى له يعني ما بتكون ذو فائده. نعم. لكن هو لو مثلا ممكن يسلكها وبعد ذلك بتتبهر، يعني دي الطريقه بتاعت الطريقه العاديه اللي بيستعملوها. نعم. في المناسبات، لكن بالطريقه دي انا ممكن ابهرها واخليها تبيد في الثلاجه. يعني شيف عادل، الطعم بيكون واحد في نفس الحالتين اذا احنا حطيناها في الثلاجه او اذا بهرناها على السريع ودخلناها الفرن؟ ما بيكون واحد، لكن الاختلاف وين؟ لو اصلا انا بهرتها وخطيتها في المويه حتقوم تنزل لي كل البهارات، يعني ما حتكون يعني غرزت غرض كامل. انا ممكن اعمل البهارات دي في المويه على طول تديني نفس النكهه. نعم. لكن لو انا عايز ادخلها الفرن ممكن اعملها بهيره واخدها الثلاجه واجي اخدها على طول في الصينيه بتاعتي، فهي بتديني. نعم. نتيجه. لكن يعني الخلطات اللي بتتعملها ذاتها ما واحده الخلطات، بعد هم في السودان احنا بنعمل او الشيفات اللي بيشتغلوا. نعم. في المناسبات دي هم بيعملوا الخلطه بتاعتهم بعد ما يتسلق. نعم. بعد ما تتسلق هم بعد ذلك يقوموا بيعملوا مثلا عجين مور مع بهارات. نعم. بيدعمل في ناس بيعملوا زبادي بالضبط، طماطم زبادي مخلوطة. طبعا في بعض الناس بيعملوا مثلا كاتشب. نعم. مع الصلصه، فدي كلها ممكن تتعمل يعني نكهات مختلفه. نعم. لكن بعد السلق غذائيه طبعا كبيره، واحنا حنذكركم مشاهدينا بفوائد ونصائح طبقا. بيت الهنا. شيف عادل، الشيفات قطعت كل الخضروات تقريبا باحجام متساويه واضفت لهم الثوم الطازج، مع انه في برضه ثوم ناشف. نعمل الاثنين يعني كل زول عنده نكهه ثانيه؟ نعمل الاثنين، بدينا نكهه طبعا اضافيه. لكن اصلا احنا ممكن ندي برضه، هو ما سر، لكن مثلا يعني اللحمه دي يعني هتقعد مثلا زي ساعتين في الفرن. نعم. او ساعه ونص في الفرن، فالخضار اصلا حيكون مزبل وما حنقدر نستفيد منه كثير. يعني مثلا مرات في حاله زي دي. نعم. احنا ممكن نخلي الفرخه، نخلي الفخده. نعم. فندخلها الفرن لحد مثلا ما تاخذ اللون وخلاص هي تكون على وشك انه تنجط. نعم. ممكن نرفعها ونحطها في الخضار، لانه الخضار ما بيحتاج له حكايه بتاعت 15 دقيقه 20 دقيقه، كيف بتكون بتدينا ده. لو الناس بفضلوا من الخضار يكون قاعد بشكله بالطريقه دي، يعني الشكل يكون الشكل الاساسي له. يعني مرات لما اسس الطماطم بتزبل، فدي ممكن طريقه. لكن لو مثلا اساسا احنا ممكن عايزين ندخلها كده. نعم. الفرن بندخلها، لكن الخضار هو بيتاكل، لكن مثلا ما بيدينا نفس النتيجه اساسا بتكون زي ما احنا حندخلها بالطريقه دي. نعم. فنحن هنا بالطريقه دي بنجي
طبعا الخروف ده شويه فيه دهن. فيه دهن. نعم. نعم انا ملاحظه فيه دهن. في ناس كثيره ما بتحب الدهون يا شيف عادل. نعم. وبالذات زي ما انت ذكرت الخلطات المختلفه اللي بتتخطى، بنلاحظ في المناسبات لو الفخده او الضلعه بتاعت الخروف فيها دهن بتلقى انه الخلطه ماسكه في الشحم لكن بعيده عن اللحم. فنحن ممكن ننظف، يعني دي ما حاجه صعبه بالنسبه للطباخ اللي شغال او لست البيت. نعم. ذات الشغل الضلعه نفسها. فدي هنا بننظف ان احنا الدهن، فما بتحاول تشيل كل الدهن كله، بتحاول جزء بسيط عشان ممكن حتى يدينا طعم. نعم. زي ما بنعمل في الشاورما طبعا بخطوا الدهن بين اللحوم، مش عشان يكتر لحمته، بالعكس عشان بس يدي الطعم بتاع اللحم الدهن. نعم. بدي مرات طعم مميز للحمه. فنحن بالطريقه دي نطلع، فده بس خروف شويه ممكن يكون مدهن. نعم. طلعت الشحم تخلصت منه. نعم. فبعدين يعني عاده احنا بنلاحظ انه احنا بنشتري الخرفان بتكون كبيره شويه، او مثلا الخروف يكون يقول لك الخروف ده كبير لحمته كثيره، لكن ممكن يكون كبير في السن، فممكن حتى في طريقه الطهي ممكن يعني الطعم بيكون متغير. الحاجه الثانيه بياخذ زمن اضافي، فدي كلها يعني بتكون في بتدي في الطعم اللحمه بتديها للراجل الشغال او لست البيت الشغاله بتديها زمن اقل لو احنا اخترنا خروف اصغر. نعم. انت شيف عادل قلت احنا ما بنسلقها عشان نستفيد من الشوربه اللي بتطلع منها دي، ما بنسلقها ونخلي الشوربه بتاعتها بدون ما نستفيد منها، بنستفيد منها في الملاحات الثانيه. نعم. الفخده بتاعت الليله انت ما حتسلقها، كيف طريقه التبهير؟ انا ما حسلقها، والتبهير تبهير عادي جدا جدا زي ما قلنا احنا ممكن نبيتها، ده لو مثلا احنا عندنا الفرق اللي نقبلها بيومين، لكن طبعا عاده يعني زي انت لو انت شايفك انت خصصتي بانه ممكن تكون للسمايه او لكذا، فطبعا عندي المناسبه بتتضبح في نفس اليوم. فبالتالي انا حقوم اشقق الفخده بتاعتي وادي البهارات بتاعتي وبقوم بدخلها في الفرن وبديها شويه مويه عشان ما تبقى لي زي المسلوقه. نعم. فانا مثلا بفتحها بالطريقه دي بحيث انه البهارات تشرب. ايوه. بحيث انه مثلا انا ممكن المرميه دي طبعا يعني في عندنا متواجده عند العطارين لكن احنا ما قاعدين نستعملها كثير، فده بهار فيها فوائد كثيره وفيها. نعم. تشرب حتى فوائد علاجيه وبتشرب مغليه. نعم. يعني حتى بس نحن نتمنى انه في الحاجات اللي بنجيبها ده انا ما قاعد اجيب مثلا حاجات هي تكون ما في. نعم. هي مرات غالبا بتكون عند العطارين. في حاجات يعني في مكونات المطبخ الناس بكل سبب انه ما بيستخدموها، بيشوفوها انها بس حاجات للعلاج زي المرميه دي، مع انه نكهتها في الطعام جميله جدا، ما بتدي ريحه دواء ولا اي حاجه، نكهتها يعني جميله جدا في الطهو الطعام. فنحن بالطريقه دي كده انت برضه وضحت الثوم المجفف شكله. وضحت الثوم المجفف يعني بدي بعد ذاك حتى هو شكله يكون ثابت فينا ما بيتهرد زي الثوم ده. نعم. فنحن كده بالطريقه دي بعد احنا ممكن مثلا نخد هنا الصينيه كده. نعم. جاهزه انك تحطها. نعم. في الفرن. نعم. احنا هنا ممكن بعد يلا نبهر تبهير عادي بتاعتك. فنحن زي ما قلنا لو احنا مثلا شعرنا بانه بان احنا ما عايزين ندخلها هي مع الخضار ممكن هي ندخلها في البدايه عشان الخضار ما يزول. ايوه. بعد ذاك ندخل. واحنا حنذكر المشاهدين بمقادير طبق اليوم. بيت الهنا شيف عادل الآن أنت بهرتها بعد ما شققتها ودخلت فيها الميرامية والثوم المجفف، شايفها برضه نثرت بعض الثوم المجفف حوالينا. ماذا عن الحوامض زي الليمون والخل؟ ما ممكن نضيفها؟ دي ممكن نضيف الخل وممكن نضيف الليمون. نعم. دي برضه يعني ما فيها مشكلة ممكن تضاف. نعم. يعني ما بتزيد لنا بالعكس بتدي طعم مثلا جميل. نعم. أنا بالطريقة دي كده بعد ده أنا ممكن أديها موية وأدخلها الفرن، ممكن ما أغطيها في البداية. انا طبعا خدت واحده جاهزه. نعم. عشان مثلا بتاخذ مننا زمن. اوكي. الوقت اللي بتستغرقه عشان تستوي كلها بتجهيزاتها قدر شو يعني شوف عاد هذا ساعتين. ساعتين هي طبعا هي تجهيزاتها بتكون ما بتاخذ زمن كثير. نعم. يعني الخضار بعدين اي خضار متواجد في البيت ممكن بطاطس ممكن كوسه اي خضار متواجد عندنا ممكن نستعمله. نعم. لكن بس اللحمه او كل ما تكون صغيره بتاخذ زمن اقل. نعم. وست البيت السودانيه معروف عنها انها شاطره جدا في اعداد الولائم. نعم. بس بنبهها انه اذا عايزه تعملها بالطريقه دي انها تبدا بها اول حاجه في مكونات الاطباق اللي عندها. حتى بالنسبه للفرن يعني انا ملاحظ انه ستات البيت بيشغلوا الفرن فوق وتحت في اي حاجه. نعم. فوق
فوق ده ما بنشغله خالص الا نكون دايرين حاجه تحمل لنا من فوق زي مكرونه بالبشاميل او زي دي نفسها لو كانت مسلوقه وانا عايز اتحمر بقوم بدخلها في الفرن بشغل الفوق. في الوصفات زي دي حتى في البيتزا حتى في اي حاجه بنشغل الفرن تحت فالفرن هي بتاخد وش فالفرن هي بتاخد الحراره بتاخد كل اتجاهات الفرن بدينا اللون الاحمر من فوق فزي دي عايز الشغل تحت وتخلي النار تكون في البدايه عاليه وتدخلها كل ما بعد ما تحمر نشوف انه هاي تحمرت ممكن نغطيها بسلفر او نغطيها بسلفر في البدايه وبعدين نطلع السلفر في النهايه بنشوف انه هي لو خلصت مويتها وحاولت تدينا المويه من حرق نديها شويه بتاعت مويه والمويه ما تكون كثيره عشان ما تتبخر تبقى لنا شكلها زي المسلوق. نعم الان هي جاهزه انك تضعها جاهزه هي تخش الفرن وانا عندي اصلا واحده جاهزه للتقديم. وكلها بتجهيزها بتاخذ ساعتين عشان تكون جاهزه للتقديم في مناسبات زي السمايه. شيف عادل يعني بنفس الشكل اللي انت شققت البهارات يعني شكل جميل والخضار استلقت من نفس شوربة الضلع نعم او الفخذة فبالطريقة دي بتكون جاهزة نعم. للتقديم يمكن دي ساعد ست البيت في انه حتى ما بتحتاج انها تزين فيها كثير لانه هي في نفسها بقت مزينة بالبهارات هي مزينة بالمرمية والحاجات دي نعم. في نفس الوقت انا في البداية مثلا زي ما هو قاعد انا مثلا باخد الخضار بتاعي نعم. بالطريقة دي خضار مهم جدا جدا يعني ما نقول ان احنا خلاص نحط اللحمة ما نحط الخضار نعم. مرات في ناس مثلا الخضار بيفتح نفسه انه مثلا ياكل من الخضار بالذات لما يكون مسلوق بشوربة اللحمة الطازجة بيكون جميل جدا بعدين الوان الخضار ذاتها بتساعد في تفتح شهية لانه الالوان المختلفة ممكن تساعدنا في الاكل بالطريقة دي كده انا بقدم فعلا طبق مميز وحتى في ناس بيقول لك احنا ما بنحب الضلع تكون ناشفه جدا بيحبوها تكون طريه بطريقه بتخليها طريه خضار مستويه من نفس الشوربه طبق شهي جدا حتى الديكور والزينه منها وفيها بنشكرك شيف عادل دائما بتدينا يعني اطباق مميزه من مطبخ بيت الهنا ومشاهدينا تابعتوا الوصفه سهله جدا بس تتبعوا نفس الخطوات وهنا اتت شروق دوت تي في دائما راسلونا عليه الى جديد اللقاء مع السلامه بيت الهنا.